الافتتاحيه كان في مجموعه من الجوائز طبعا يعني راحت لاصحابها بقى عن جداره وعن استحقاق. فاز طبعا ويليام يعني اي كونج قائد منتخب نيجيريا بجائزه افضل لاعب في هذه البطوله بالمناسبه، ونجح في تسجيل 3 اهداف خلال مشوار منتخبه وفريقه في هذه البطوله. توج ايميرسي فاي مدرب كوت ديفوار بجائزه افضل مدرب في البطوله، وسايمون ادينجرا لاعب كوت ديفوار فاز بجائزه افضل لاعب شاب. كمان حصد منتخب جنوب افريقيا جائزه اللاعب النظيف، وحصد كمان رونن ويليامز يعني جائزه افضل حارس مرمى، وتوج ايميليو انسوي قائد منتخب غينيا الاستوائيه بجائزه افضل هداف برصيد 5 اهداف، وفاز بجائزه الحذاء البرونزي. الحاجه الوحيده بقى ايه اللي طلعنا بيها من النسخه دي حضرات، فاز بجائزه الحذاء البرونزي مصطفى محمد طبعا لاعب منتخبنا اللي الحقيقه كان ليه دور كبير جدا جدا في مشوار يعني منتخب مصر في هذه النسخه. ناس كتير قوي كان عندها تحفظات على اغلب اللاعبين، لكن لما يجي الكلام على مصطفى محمد ده للامانه بصراحه مصطفى محمد قلنا الكلام ده من بدايه يعني البطوله، مصطفى محمد اسمه بيتكرر اكتر لاعب في الملعب، مصطفى محمد لاعب بجد بيلعب برجوله، وانا نزلت له بوست اصلا وشافه، ويعني بغض النظر انت مش بتجامل لعيبه، بس هي القصه كلها ان انت فعلا لما في لاعب فعلا بتحس برجولته في الملعب بتحس قد ايه الراجل ده بيبذل افضل ما عنده. قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا على فكره احنا لو كنا ما صعدناش وكنا خرجنا من البطوله بس شفنا السكواد بتاعنا بيبذل افضل ما عنده، والله ما هتلاقي واحد من المصريين زعلان.